مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج تكنو نايل، البرنامج الذي يتناول كل ما له علاقة بعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي حلقة هذا الأسبوع سوف نتناول أكثر من موضوع، سوف نتحدث عن تطبيق بدل، وهو تطبيق مصري جديد يستخدم الدراجات كبديل عن السيارات. أيضا لدينا حوار خاص للتعرف عن أو التعرف على كل ما دار من محاور خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منتدى شباب العالم. الآن نتعرف على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم من خلال هذا التقرير من إعداد الزميل أحمد صبيح. ابتكرت شركة بريطانية قميصا ذكيا يأخذ مرتدي في رحلة افتراضية داخل جسده، كما لو كان يجري أشعة إكس راي داخل مختبر طبي يستهدف شريحة طلاب التي تدرس علوم الأحياء، وكذلك الكبار الذين لديهم رغبة في اكتشاف ما يحدث داخل أجسادهم. وأطلقت الشركة اسم فيرشوالتي على قميصها، وينطلق المرتدي في رحلته الافتراضية داخل جسده عبر توجيه هاتفه الذكي أمام القميص المطبوع عليه شكل القفص الصدري. ومن خلال تطبيقه الخاص المتوفر حاليا مجانا في متجري أبل وجوجل، يقوم بعمل مسح للرسم المطبوع على القميص. يبدأ المرتدي مشاهدة ما بداخل الجسم برؤية ثلاثية الأبعاد باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي معا. ابتكر مهندس فرشاة أسنان ذكية قادرة على تنظيف الأسنان في أقل من 30 ثواني، ويعتبر اختراع نيكول نيكولاس البالغ من العمر 28 عاما حارسا للفم، يعمل بالمحرك ويمكنه تنظيف أسنان المستخدم على الفور. ويحتوي الجهاز الجديد على 22 رأس فرشاة كهربائية منفصلة بموجات فوق صوتية تدور حول الأقسام الثلاثة المكشوفة من الثنية العليا والسفلى في وقت واحد، وتنظف اللسان عبر رش تركيبة غسول الفم من خلال بخاخات صغيرة. وأكد المهندس أن اختراعه مصمم ليستغرق 2.78 فحسب، وذلك لتحقيق نتائج مماثلة للتنظيف العادي من الناحية النظرية والتي تستغرق 3 دقائق. وتابع: لقد خلصنا الوقت الكلي لأقل من 3 ثواني فحسب لتحصل على فعالية تنظيف أكثر من الطريقة العادية. تعمل شركة جوجل على تطوير تطبيق جديد لإدارة الملفات، يعتقد أنه يستهدف المستخدمين في الدول النامية، حيث تطلب مثل تلك التطبيقات بكثرة للحفاظ على المساحة التخزينية للجهاز. ويسمح التطبيق الجديد الذي يحمل اسم فايلز جو للمستخدمين بتحرير مساحة على أجهزتهم وإدارة الملفات وتصنيفها، إضافة إلى نقل الملفات بين الأجهزة. وأتيح التطبيق عبر متجر جوجل بلاي للتطبيقات لمدة وجيزة قبل أن يختفي، ليظهر الرابط الخاص به على المتجر في الوقت الراهن عبارة عذر. لم يتم العثور على عنوان URL المطلوب على هذا الخادم، ولا يعلم إن كان التطبيق نشر خطأ أو أن الشركة أتاحته تجريبيا لعدد محدود من المستخدمين. أكد علماء من جامعة هارفارد الأمريكية أنهم يواصلون أبحاثهم لتطوير نوع من الروبوتات الصغيرة لتكون مشابهة تماما لحشرة النحلة. وعن بعض خصائص هذه الآلات الصغيرة قال العلماء: عملنا منذ البداية لتطوير هذه الروبوتات النانونية لتكون قادرة على محاكاة حركة الطيران عند النحلة، ومع مرور الزمن استطعنا أن نزيد من ميزاتها الحركية للتمكن من السباحة والقفز. نعتقد أننا سنصل لمرحلة تصبح فيها هذه الروبوتات قادرة على القيام بجميع الأمور التي تقوم بها الحشرات. وأضافوا: أثناء عملنا لتعديل هذه الروبوتات لتكون قادرة على السباحة والغوص في الماء ومن ثم الطيران، واجهتنا عدة عقبات، إحداها هو وزنها الخفيف جدا، فضلا عن أن التوتر السطحي للماء قوي بالنسبة لهذه الآلات الصغيرة، وبالتالي كانت تواجه صعوبة أثناء محاولتها الخروج من الماء لتبدأ طيرانها. واضطرنا لتزويدها بتقنيات خاصة تولد نوعا من الانفجارات الصغيرة التي تدفعها من على سطح الماء.
أثارت صور مزيفة لفنانين عالميين تطابق الأصل تماماً جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مخاوفهم من برامج الذكاء الاصطناعي التي باتت تتنامى بوتيرة سريعة جداً في جميع المجالات والقطاعات حتى في مجال السينما، الأمر الذي قد يقلق المشاهير والشخصيات البارزة من استغلال هذا النوع من البرامج في الإساءة لهم. ويرجع الفضل في ذلك إلى خوارزمية جديدة في مجال التعلم الآلي، حيث تطور شركة نيفيديا الصانع الأمريكي الأكبر لمعالجة رسوميات وشرائح الكمبيوتر نظاما يوظف هذه الخوارزمية لإنشاء صور لأشخاص مزيفة لكنها طبق الأصل من الوجوه الحقيقية. أكد القائمون على منظومة سينهانس الروبوتية الأمريكية فعاليتها في العمل، وخصوصا بعد تمكنها من إجراء 150 عملية جراحية دقيقة ناجحة. وفي البيان الصادر مؤخرا عن الشركة المصنعة لهذا الروبوت جاء: لقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا باعتماد هذا الروبوت في العمليات الجراحية التي تحتاج للدقة، وخصوصا بعد أن أثبت جدارته في عمليات الجراحة التنظيرية للأعضاء التي يصعب الوصول إليها بالجراحة العادية. تقدر الإشارة إلى أنه ومن أصل 150 عملية ناجحة أجرها هذا الروبوت، كانت هناك 45 عملية لمرضى يحتاجون لجراحة أمعاء دقيقة، حيث أكد الخبراء أن دقة معداته ساعدت في التقليل من وقت العملية بنسبة 30% مقارنة بالجراحة التقليدية. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، والآن سوف نتعرف بشكل مفصل أكثر على أهم المحاور التكنولوجية التي دارت خلال ندوات وجلسات منتدى شباب العالم الذي أقيم خلال الفترة الماضية في شرم الشيخ، وتحديدا في الفترة من 4 وحتى 10 من نوفمبر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. هذا المنتدى تناول العديد من الموضوعات ونقاشات التي تهم الشباب على وجه خصوص، وحمل العديد من الرسائل إلى كل أنحاء العالم. هذا المنتدى كان به العديد من الموضوعات، لعل أبرزها وما يهمنا في هذا البرنامج هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومعنا للحديث حول هذا المحور تحديدا الدكتور محمد محمود، خبير مجال الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء باليابان. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. دكتور محمد، في البداية عايزين نتعرف على أهمية منتدى شباب العالم وإقامته في هذا التوقيت بالتحديد. هو في الحقيقة منتدى شباب العالم اللي أقيم في مدينة شرم الشيخ من 4 إلى 10 من نوفمبر كان يعتبر بمثابة فرصة للحوار ما بين الشباب من مختلف الجنسيات، ومش بس الشباب ولكن أيضا القيادات. نعم. منتدى شباب العالم الشعار بتاعه We need to talk، احنا محتاجين نتكلم. فكانت دي فرصة رائعة جدا ان الشباب يطرح موضوعات بنفسه ويتلقى التعليق على هذه الموضوعات من الخبراء، ثم استمع ايضا للخبراء وهم بيطرحوا موضوعات ويعلق هو. فكان الامر ماشي في شكل ديالوج رايح جاي، وده كان شيء رائع جدا لأنه بيساعد الشاب على تكوين رؤية أكثر عمقا للأمور. عادة الشباب بيبقى عندهم قدرة على التعلم السريع، لكن بيفتقدوا أحيانا إلى وجود الخبرة نتيجة طبعا صغر السن. فكان المنتدى ليه قيمة كبيرة جدا في إيجاد حلقة وصل ما بين أصحاب الخبرة من ناحية، والشباب بحماسهم وأفكارهم الحماسية الشديدة من ناحية أخرى. طبعا عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وفي هذا التوقيت من العام، شرم الشيخ مدينة جميلة، هي أرض السلام، وفي هذا التوقيت المناخ العام جيد جدا يساعد على عقد هذا المؤتمر. وفعلا في الحقيقة الاختيار كان جيد جدا لأنه الأجواء كلها كانت أجواء شبابية ومفعمة بالحيوية، والأثر كان جميل. يعني احنا شفنا الشباب هم راجعين فرحانين جدا، ومنهم يقولك أنا أتمنى لو كنت مصريا. يعني بالتأكيد يعني كانت هناك موضوعات عديدة تم طرحها في المنتدى، ولكن ما يهمنا بالتحديد هو الموضوعات الخاصة بعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعني عايز أتعرف من حضرتك على أهم الموضوعات اللي تم طرحها على مائدة النقاش. تمام. هو تحديدا المؤتمر كان فيه عدة محاور زي ما حضرتك تعلمي، وكان أحد هذه المحاور هو التكنولوجيا بمفهوم شامل.
وهنقول دلوقتي ايه اهم المحاور اللي اتناقشت فيها، ولكن في كان محاور اخرى زي دور المرأة وصراع وصدام الحضارات او تكاملها وخلافه. بالنسبة للتكنولوجيا في الحقيقة في قاعة البحر الأحمر تم مناقشة العديد من الموضوعات، يمكن في موضوع مهم جدا تم مناقشته وهو التكنولوجيا والشباب. وفي الموضوع دوت كان بيناقش مدى خطورة أو عدم خطورة استخدام التكنولوجيا وخصوصا تكنولوجيا الاتصالات، ويقصد هنا تحديدا شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها بشكل آمن لا يضر بالبلاد وبالشباب اللي بيستخدموها. وكمان أيضا تم مناقشة أمر خاص بالذكاء الاصطناعي، وهنا أنا أحب أوضح نقطة أنه الوضع الحالي بيشمل تحليل كل ما يتم كتابته على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام برمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. نعم. ما يعرف بالسنتمنت أناليسيس. وبهذا نستطيع أن احنا ندرك الطار العام للمزاج العام، يعني لمن يكتبون مثل هذه التغريدات والتعليقات، ومن هنا يمكن التعرف على نموذج لهذا العقل أو هذا النوع من التفكير، وبالتالي يمكن بعد ذلك السيطرة عليه. هذا أمر يتم على أرض الواقع، وكان في نقاش قوي حول ما الذي يجب أن يطرح وما الذي يجب أن لا يطرح، وكيف نتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل آمن. أيضا كان هناك نقاش هام جدا حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. نحن نعلم أن هناك مشكلات عديدة خاصة بالتعليم في مصر. العملية التعليمية ما قبل الجامعية بتشمل المدرسة والمدرس والمنهج، وفي بعض الأحيان لا يكون متاح مثل هذه العملية بكل مشتملاتها، فكان بيتكلموا على ما يسمى non-formal education، التعليم غير الرسمي، وكمان الريموت education، التعليم عن طريق الطرفيات أو التعليم عن بعد. وفي مثل هذه الأمور بنحتاج إلى أجهزة تساعد المتلقي على تلقي المعلومة وتعلمها. فكان بيتناقشوا في جزئية ما هي المنصات التكنولوجية التي يمكن توفيرها لهؤلاء الذين يريدون أن يتلقوا مثل هذه الأنواع من التعليم، لعدم إمكانية توفير الشكل التقليدي للتعليم في هذه الأماكن. جرى أيضا نقاش حول التعليم الفني، والدكتور طارق شوقي تفضل مشكورا بطرح رؤية جديدة للتعليم الفني في مصر، وكيف أن التعليم الفني لن يصبح بمثابة عقاب بل يصبح بمثابة مسابقة الكل بيجري عليها وعاوز يدخل هذا النوع من التعليم، لأنه هيبقى تعليم عملي ونظري أيضا، فهيطلع الخريج منه قادر على أنه يلتحق بالشركات الكبرى، ومش هيتاخد فيه أضعف المجاميع مثل ما يحدث الآن، بل على العكس سيؤخذ فيه أعلى المجاميع في الشهادة الإعدادية. تمام. فده مجمل ما تم نقاشه في جلسات تكنولوجيا. طيب لو تحدثنا عن مشاركة حضرتك في المنتدى، النقاشات اللي دارت، المشاركة أو يعني كخبير في مجال الأقمار الصناعية، ما هو المعلومات أو النقاشات اللي دارت في تخصص حضرتك؟ إحنا حقيقة في هذا المنتدى كانت النقاشات على قدر أكبر من المعلومات، يعني ما كانتش متخصصة جدا، ولكن أتيحت لنا الفرصة في طرح رؤى متخصصة مع الخبراء في الحوارات الجانبية وموائد النقاش التي كانت تعقد على جانب المنتدى. المنتدى مش فقط البانل اللي كانت بتظهر قدام الناس اللي هي جلسة النقاش العامة في الجلسات، لا، خلاف ذلك كان هناك العديد من موائد الحوار ما بين المسؤولين والمتخصصين. فأتيحت لي فرصة مناقشة تكنولوجيا الأقمار الصناعية واستخدامها في عمليات خاصة بتأمين الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى في عمليات خاصة بالتنمية المستدامة. الأقمار الصناعية تستخدم في كل العالم اليوم في تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع، إذ أنك تستطيع أنك أنت تلتقط صور لسطح الكرة الأرضية أو للدولة بتاعتك، ومن خلال هذه الصور تستطيع أنك تتعرف على الثروات وتستطيع أن أنت تتعرف على ما هو موجود على الأرض. فكنا بنتكلم في الأقمار التعليمية والأقمار التجريبية وكيفية بدء برنامج قوي للفضاء في مصر، لأن برنامج الفضاء توقف لفترة طويلة. وكنا بنتكلم عن كيفية أيضا استخدام هذه الأقمار في استخدامات متقدمة لتحليل البيانات من الصور الملتقطة، أيضا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لم يعد العلم اليوم تخصصات منفردة، بل أصبح هناك تكامل، والدولة اللي بتحقق ريادة
هي الدولة التي تستطيع أن هي تجمع بين أكثر من فرع من التكنولوجيا وتدمجهم لحل مشكلاتها. يعني هي مصر كان ليها تجربة في هذا المجال والقمر الصناعي مصر سات واحد، يعني كيف استفادت مصر من إطلاق هذا القمر الصناعي؟ حضرتك طبعا بترجعينا لسنة 2007 تحديدا في 17 أبريل 2007 لما تم إطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات واحد من قاعدة بايكانور في كازاخستان، وأنا شرفت أني كنت من الفريق اللي تلقى أول إشارة لهذا القمر في إفباتوريا بأوكرانيا، ودي هي قاعدة التحكم في الأقمار الصناعية الأوكرانية والروسية، هي أكبر قاعدة للتحكم في الأقمار الصناعية في هذه المنطقة. وفي الحقيقة الأمر الصناعي إيجيبت سات واحد كان مشروع قوي جدا مصر أرادت به أن هي تدخل في عصر الفضاء، ليس امتلاكا للأقمار الصناعية ولكن معرفة بتفاصيل التكنولوجيا وتفاصيل تصنيع مثل هذه الأقمار واكتسابا للعلم الذي يساعدنا على أن ننتج أقمار خاصة بنا. هذا القمر كان له أهمية خاصة، إذا استطاعت مصر من خلاله أن هي ترسل عدد كبير من المهندسين يصل إلى 50 مهندس إلى دولة أوكرانيا وتلقوا التعليم في مختلف أفرع هندسة الأقمار الصناعية. كنا بنتكلم على حاسبات الأقمار الصناعية ونظم التحكم والاتصالات والقدرة الكهربية والهيكل والحمولة، وبالتالي كونت قاعدة جيدة جدا كنت تستطيع بيها أن أنت تبدأ برنامج فضاء قوي. وفي الحقيقة كان هذا هو المخطط، إلا أنه لظروف كثيرة لم تمضي الأمور كما كان مخطط لها، وللأسف الشديد عدد كبير من هؤلاء ترك مصر كلية وتبقى عدد يسير، وبالتالي أصبح برنامج الفضاء يمر بأزمة حقيقية في يعني إمكانية استمراره. أيضا هذا البرنامج كان يهدف إلى شيء أهم، كمان كان بيهدف إلى جزئية هامة جدا، وهي أنك تستطيع أن يكون عندك على أرض مصر تكامل بين المصانع المختلفة لإنتاج مثل هذا القمر. صناعة الفضاء هي صناعة بنسميها صناعة قاطرة. إذا استطعت أنك تنتج قمر صناعي ثق تماما أن أنت حيكون عندك مستوى من التصنيع متقدم جدا يساعدك في إنتاج العديد من الأشياء الأخرى. فبالتالي كان هيبقى لينا فرصة أن يبقى لنا تقدم في مجال صناعات حاسبات السيارات، في مجال صناعات هياكل السيارات وغيره وغيره وغيره، ولكن للأسف زي ما قلت حصل توقف للبرنامج ونتمنى أن يعود مرة أخرى. لكن بالضبط، يعني هل لو مصر عادت هذه التجربة مرة أخرى في رأيك كيف سيمكن الاستفادة بها في المستقبل وكيف يمكن أن يتم توظيفها بشكل فعال من أجل النهوض بالتكنولوجيا في مصر؟ شوف أنا حاول لحضرتك بشكل واقعي وعملي، ما كان متاحا لك منذ 10 سنوات أصبح صعب تحقيقه الآن بشكل أو بآخر. بمعنى إيه؟ عشان أتكلم بشكل بسيط، اللي كنت تقدر تعمله زمان وتقدر أن أنت تحصل عليه مع مضي الوقت بيبقى أصعب الحصول عليه، بيبقى أصعب الحصول على النوعية دي من المعرفة والتكنولوجيا لاعتبارات كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن. ففي الحقيقة علشان تنهض مرة أخرى بهذا البرنامج، أنا رأيي الشخصي أن أول حاجة أنك تدور على خبراتك وعلمائك في الخارج المتخصصين في هذا الأمر وتستعدهم على قدر ما تستطيع علشان خاطر يشتغلوا معاك وينشئوا مثل هذا الأمر في مصر. أنا أعتقد أنه من الصعب جدا والمكلف جدا أنك أنت تعيد إرسال 50 شاب مرة أخرى إلى الخارج عشان يتلقوا مثل هذه المعرفة، الصعوبات كثيرة. طب هل هناك بديل لهذا القمر الصناعي؟ هل يمكن تحقيق النتائج أو الاستفادة المرجوة بشكل مختلف؟ هناك بديل، هو أنك تشتري قمر صناعي، وفي الحالة ديت أنت بتدفع ثمن جهلك، لأن أنت في الحقيقة مش هيبقى عندك الفرصة أنك تنتج تكنولوجيا وطنية. أنت هتروح تشتري من حد وهو ممكن يبيع لك الحاجة اللي ثمنها 10 هيبقى حالك ب200. هو حر لأن هو عنده التكنولوجيا وعنده المعرفة. إحنا كنا بندور أن يكون عندنا إحنا التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بينا، لأن ده بيديك كمان حرية في اتخاذ قرارك في إنتاج مثل هذه النوعية من الأقمار. وبالتالي أنا رأيي الشخصي أنه لابد أن نركز على استعادة خبراء مصر من الخارج اللي تخصصوا في هذا الأمر، خصوصا أن إحنا الناس دول ما توقفوش عن العمل في هذا الأمر. الناس حصلت على درجات متقدمة جدا في هندسة الأقمار الصناعية، أقلها هو الماجستير وأكثرها الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وبالتالي الناس دي متعلمة. عايز تبدأ برنامج عليك أن تسعى حثيثا إلى
جلبهم مرة أخرى وربطهم بالوطن. هل إقامة مثل هذه المنتديات من الممكن أن يكون منبر لعودة هذه الخبرات وفرصة لكي يلتقوا من جديد ويتم التخطيط لمستقبل تكنولوجي أفضل في هذه المجالات؟ في الحقيقة ده سؤال أنا أحييك عليه، وسؤال ذكي جدا. في الحقيقة هو ده فعلا بيت القصيد لاستدعاء علماء وخبراء مصر من الخارج. يعني في المؤتمر ده حضر الدكتور علي فرحات وحضرت محمد محمود، وإحنا الاثنين كنا مشاركين مع بعض في الإيجيبت سات 1. وعلي فرحات حاليا هو دكتور في الولايات المتحدة الأمريكية في علوم الحاسب، وأنا دكتور في اليابان في هندسة الأقمار الصناعية ونظم الذكاء الاصطناعي. طبعا دي وسيلة علشان نتقارب مع بلدنا ونقدر إن إحنا نشتغل ونقدر إن إحنا ندفع بهذا الأمر إلى الأمام. ولكن مثل هذه اللقاءات بتتم على فترات متباعدة، إنما أنت علشان تقدر تعمل برنامج أنت محتاج الناس دي تبقى موجودة معاك لفترات أطول ويتم الاعتماد عليهم بشكل مباشر. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إن أي حد من اللي بيشتغلوا في الخارج لما بيعود لهذه الدول هناك الشغل طبيعته شديدة. يعني إحنا في اليابان بنشتغل في المتوسط 10 ساعات في اليوم أو أكثر، فبالتالي لما تيجي تطلب مني عمل في مصر انا هعمله لك في الويك اند مثلا في الاجازه الاسبوعيه، ومش هقدر اعمله لك اثناء الاسبوع. ده يختلف تماما عن لو انت جبتني وجبت العملاء الخبراء المختلفين وقلت لهم يلا نقعد ونشتغل. اللي انا عايز اقوله انه لابد من خلق حاله من الشغف القومي بان احنا عندنا حاجه عاوزين نعملها على ارض بلدنا. الحاجه دي هتحقق لنا فخر وطني وتكنولوجيا محلية نستطيع ان احنا ننتجها هنا ونصدرها للعالم بعد كده ان شاء الله. طيب في النهاية الرسالة التي يحملها منتدى شباب العالم الى كل انحاء العالم. في الحقيقة الرسالة ان مصر بلد الامان والامن والسلام والاستقرار. اتى الشباب الى مصر وشاهدوها وشافوا ازاي التنظيم المصري للمؤتمر كان على مستوى راقي وعالي جدا. شافوا ازاي العقلية المصرية لما بتحب تعمل حاجة بتعملها. الرسالة اللي وجهها المنتدى ان مصر تستطيع. حقا مصر تستطيع. وان الشباب المصري عليه ان يتوحد والا يتفرق ابدا، لانه نقطة ضياع البلدان هي تفرق الشباب. في الحقيقة إذا وإحنا شفنا في الحفل الافتتاحي هذا الشاب اليمني الرائع لما اتكلم عن اليمن السعيد الذي تحول إلى اليمن التعيس. نتمنى اليمن إن شاء الله أن هي تستعيد قوتها مرة أخرى، وشفنا الفتاة الأزيدية وخلافه. كل هؤلاء تحدثوا، المضمون من هذا هو أن الوحدة تقي البلدان من الضياع، أما التفرق يؤدي بالقطع إلى يعني نتائج كارثية. فالمؤتمر يرسل رسالة إلى العالم كله، مصر تريد السلام وتريد أن تعيش في سلام، ساعدونا في هذا، وعليكم أن تكفوا أيديكم الناس السيئة عن مصر. مصر عايزة تبقى دولة متقدمة. اللي عاوز يساعدنا أهلا وسهلا، اللي مش عاوز يساعدنا تفضل لو سمحت إحنا هنكمل في طريقنا ومش هنوقف إن شاء الله. أستاذ الدكتور محمد محمود الخبير في مجال الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء باليابان، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في البرنامج. ومشاهدينا الآن نتحول لمتابعة فاصل حول اختراعات نسائية غيرت وجه العالم.
مشاهدينا الآن ننتقل إلى لبنان عبر سكايب للحديث عن منصة ميكر برين، وهي منصة خاصة بتصميم الألعاب سواء بشكل رقمي أو بشكل فعلي. معنا للحديث حول هذا الموضوع هو مصمم هذه المنصة، وهو الأستاذ قيصر عريضة. أهلا بحضرتك. ألو. أيوة، بنرحب بحضرتك. نعم، أسمعك بوضوح. في البداية أود التعرف على منصة ميكر برين، وما المقصود بهذه المنصة؟ منصة ميكر برين هي بالحقيقة عم بتحاول ترجع تخترع كيف الألعاب اللي بيلعبوا فيها الأولاد، وعم نحكي على الألعاب مش الرسمية البحتة، الألعاب يعني الحقيقية تصنع وتباع كيف تتوزع على الاولاد. نحن خلقنا سيستم لتركيب الالعاب شبيه بالليجو، اذا بدك بفتكر كثير من المشاهدين بيعرفوا لعبه ليجو، مع الفرق انه بحالتنا هي بدل ما تشتري علبه ليجو ب $50 مثلا، بس تحصلي على الصوره اللي بتفرجيكي كيف تعمري الصوره، نحن عم نبيعك الالعاب بسعر زهيد جدا. نعم. ونعطيك اكسس على كتالوج من الالعاب رقمي، فيكون حيل لشخص بالعالم يزيد عليه. هذا بيسمح انه يكون الكلفه اقل والتوزيع عالمي بدل ما يكون لسوق معين. فينا نفوت بالتفاصيل اذا بتحب. طيب، يعني نقدر نقول الفكره دي جات لك منين في البدايه؟ الفكرة هي الشركة أسسناها أنا وزوجتي. كانت الفكرة أولا لاحظنا أن بناتنا عندنا بنتين صغار أنه دائما بيلعبوا بألعاب ما بتشبههم، هي يعني مثلا إذا لعبوا بباربي بتكون باربي عم تلعب ببيت زهري بفلوريدا أو بميامي، ولا مرة بتكون خاصة بنقول الثقافة أو حتى العالم اللي هن عايشين فيه. نحن هلا مثلا ببيروت اللي هي مدينة ما بتشبه كثير فلوريدا، بس حبينا نخترع لهم مثلا ألعاب فيهم يعمروا مباني من بيروت ويلعبوا فيها. طيب. التفكير حيلا شخص بالعالم في يخلق مثلا مبنى تنقل بالقاهرة ويصير عم يلعب بيت في مبنى بالقاهرة مع باربي بدل ما يلعب ببيت غير. طب هل هناك يعني فئة عمرية بيمكنها اللعب بتلك الألعاب، ولا بتحتاج ممكن أي طفل من أي عمر يقدر أن هو يتفاعل معها ويستوعبها؟ هي نحن حبينا يعني التارجت تبعنا من 8 سنوات وطالع، بس لأنه السيستم تبعنا كثير يعني في خيال لشخص يعمل فيه اللي بده إياه، عنا من عمر الثمان سنوات لحد عمر 80 سنة عم بيلعبوا فيه صراحة، بينهم مهندسين عم بيستعملهم بالجامعات عم بيستعملهم بالمدارس، لأنه هو كمان هي بالأخير لعبة فنية بس كمان لعبة ثقافية ولعبة بيقولوا educational، يعني بتساعد على تعليم عدة أشياء. طيب، يعني ده يقودنا ان احنا نسال عن تنميه الابتكار لدى الطفل، هل لمستوا فعلا انها بتقدر تخلق خيال او بتقدر ان هي تنمي عند الطفل حاسه الابتكار والتطوير؟ طبعا، بحلك شغله، هي اذا بتشوفي كيف شركات الالعاب اليوم بتبيع العابها، هدف شركه مثلا مثل ليجو هو انه تبيع الطفل العاب اكثر واكثر العاب فيزيكال يعني حقيقيه بالمحلات. نعم. بتعمل له اعلانات بتبيعوا هالالعاب مره ورا ثانيه ورا ثالثه، بس هو القطع اللي اشتراها اول مره ثاني مره ثالث مره منه بحاجه يشتري بعد قطع جديد. بس هدفهم يبيعوا اكثر واكثر اشكال جديده يعمر فيها. احنا قلنا انه اذا ما بنعود الطفل دائما يكون كونسيومر للالعاب يصير هو يبتكر الالعاب، فينا نخلق اقتصاد جديد بهذا العالم. اللي بقصده هو انه اذا بتشوفي ويب سايت مثل يوتيوب او انستغرام، يوتيوب خلق مئات الملايين من المصورين
والمبدعين والناس اللي افتكروا اللي اكتشفوا حالهم او ممثلين او مخرجين الى اخره. نفس الشيء انستغرام خلق مئات الملايين من المصورين. نحن المنصه ميكر برين تسمح لحيال شخص بالعالم، حيال طفل او حيال شخص عنده شويه ابتكار انه يدخل على عالم التصميم الالعاب ويكون هو كمان مصمم العاب، مش بس يكون كونسيومر يعني مستهلك العاب. طيب هذا الشيء جديد اساسي. هل نقدر نقول انه في افكار بتنمو ان انتوا تطوروا بيها هذه المنصه، ولا لسه يعني هي في بدايتها ف يعني بتحاولوا تستفيدوا مما هو موجود، ولا في القريب سيكون هناك تطوير او اشكال جديده يتم ادخال على هذه المنصه؟ نحن هذا السر تبع المنصه تبعنا هو انه اللعبه نعم السر تبع المنصه تبعنا هي انه نحن عندنا بس قطعتين من الـ للتركيب، بس هدول القطعتين بيركبوا مع كل شيء موجود بالسوق، يعني بيركبوا مع العاب ليكو، بيركبوا مع العاب ميكانو، بيركبوا مع العاب اللي متعودين عليها الاطفال بطريقه انه بدل ما نحن مثلا نصنع دواليب، دواليب بمعنى مش خزانه، نحن بلبنان بنقول دولاب، يعني دولاب السياره يعني. نعم اذا بيركب سياره مثلا بيركب في قطعنا بيركب شكل السياره، بياخذ دواليب من ليجو او من لعبه ثانيه، او بياخذ شكل كرتون وبقصها بشكل دولاب بصير عنده سياره. بنشجع انه الولد يستعمل الاشياء اللي عنده اياها بالبيت او بين ايديه. يعني اذا بتشوفي انا اكيد انه بطرقات القاهرة مثلا في اولاد ما معهم يشتروا العاب، بس بيفتكروا العاب من ولا شيء، من علبة كرتون، من كلنا شفناهم، كلنا كنا نعملهم نحن والصغار. نعم نحن اللي بدنا نشجعه انه الاولاد اللي عندهم هيدا الحس الابتكار من هن وصغار ما يتعودوا يصيروا مستهلكين، يصيروا اكثر مبتكرين، يصيروا هن عم بيركبوا من الامور اللي عندها اياها. نعم الاستاذ قيصر عريضة من لبنان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونتعرف بعده على تطبيق بدل. اوكي مشاهدينا معنا الان تقرير او تطبيق تم إطلاقه مؤخرا، وهو تطبيق مصري يطلق عليه بدل. وهذا تطبيق الهدف من إنشائه أو من تصميمه هو استخدام الدراجات كبديل عن السيارات. سنتعرف أكثر على هذا التطبيق من خلال الحوار مع الأستاذ محمد مجدي، وهو مصمم أو أحد مؤسسي هذا التطبيق. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. يعني في البداية خلينا نتعرف على تطبيق بدل. هو تطبيق بدل ببساطة احنا كنا بنبص في مشكلة موجودة في مصر، مشكلة التحمل المروري، بنشوف المشكلة دي ازاي نقدر احنا نحل فيها. فبصينا المدن بره في العالم بتعمل ايه، فلقينا ان في فكرة بسيطة هي محطات عجل بتبقى موجودة في كذا حتة في المدينة، في المدن المزدحمة، بقدر انا اخد العجلة عن طريق التطبيق او عن طريق كارت ذكي او عن طريق كذا طريقة طرق مختلفة، باخد العجلة من المحطة وبقدر استخدم العجلة وارجعها في اي محطة تانية في مكان مختلف. بالطريقة دي بقدر يعني اتغلب على مشكلة المرور بتكلفة بسيطة، يعني في الاخر بعجلة وبطريقة صحية. هل لمست انه في عدد كبير شجع الفكرة؟ هل فعلا انتشر التطبيق بين المستخدمين؟ والله احنا لسه بادئين حاليا، بدانا في حته في مدينه الغردقه. كنا لسه بنجرب الفكره وبنشوف ايه الصدى بتاعها، لقينا الحمد لله الصدى بتاعها كويس، اغلب الناس بتستخدمها، يعني في ناس كتير بتستخدمها هناك. حسنا شويه في المنتج بتاعنا وان شاء الله قريب جدا هننزل بيه في القاهره. عدد المؤسسين للتطبيق والمشرفين عليه؟ احنا عدد المؤسسين كنا 3 مؤسسين، بعد كده انضم لينا 2 اصحابنا بعد كده. الدور اللي بتقوموا بيه من خلال التطبيق بيكون عباره عن ايه؟ احنا ببساطه عاملين محطات عجل. احنا دلوقتي نزلنا في الغردقه، عملنا محطات عجل. العجل اللي احنا شغالين بيه هناك عجل كهربائي،
نحاول الاول نشجع الناس اكتر انها تستخدم العجل، فحاولنا نخلي الموضوع اسهل. فالعجل يمكن في كذا طريقه، ممكن يشتغل بموتور او ممكن يشتغل بتبدل عادي، او ممكن انت بتبدل والعجل بيساعد، الموتور بيساعد معاك شويه. نزلنا في كذا طرق دفع، ان احنا نقدر ندفع بالفيزا عن طريق التطبيق بتاعنا، او عن طريق الفيزا من على المحطه على طول، او من بالكاش. ده لسه هنفتحه قريب ان شاء الله عن طريق تطبيق تاني للتجار بتاعنا. طيب انتوا بداتوا في الغردقه زي ما ذكرت، هل ناويين ان انتوا تنتشروا في محافظات اخرى في مصر؟ ان شاء الله، ان شاء الله يعني في خلال الشهر ده ان شاء الله نازلين في القاهره، في حته في القاهره في مدينه الشيخ زايد، وان شاء الله على الصيف الجاي نكون ننزل في الساحل الشمالي. طيب هل اذا تم تنفيذ هذه الفكره في القاهره، في رايك مدى نجاحها وانتشارها هيكون بنفس السهوله في الغردقه؟ لان الغردقه يعني عدد سكانها اقل، يمكن الجنسيات اللي فيها بتتقبل فكره العجل عن السيارات، لكن في القاهره في رايك هيكون تقبلها شكله ايه؟ لا، انا اعتقد ان التقبل في القاهره كمان ممكن يكون اكتر، لان مثلا مكان زي ما وسط البلد الدنيا زحمه جدا، فلو نقدر نحط محطات عند يعني محطات عجل عند محطات خارج المترو وواقف الميكروباص والكلام دوت، ووصلناها بالاماكن الحيويه في القاهره، اكيد الناس هتستخدم الموضوع اسهل. تقدر تاخد العجله لغايه من بيتها لغايه محطه المترو، محطه المترو تنزل تبتدي تاخد عجله تاني من محطه المترو هنا تروح الشغل بتاعها، فالموضوع هيبقى اسهل. خصوصا مثلا مكان زي وسط البلد مزدحم جدا، واماكن الباركينج فيه محدوده، فالموضوع ده هيسهل جدا من ازمه المواصلات. قابلتكم صعوبات عند تنفيذ الفكره ولا كان تنفيذها سهل وانتشر بسهوله؟ لا اكيد طبعا قابلتنا شويه صعوبات، يعني كان عندنا صعوبه في الاول طبعا ان احنا نعمل السيستم في الاول. احنا اول ما ابتدينا نفكر في موضوع افتكرنا نجيب السيستم من بره مصر على طول، يعني نجيب شركه من الشركات اللي بتعمله بره مصر قلنا نجيبه على طول. لقينا ان الموضوع هيبقى مكلف جدا، فبالتالي لما نيجي نعرضه على الناس هيبقى في سعر الايجار هيبقى غالي جدا. فابتدينا نفكر طب ليه ما نعملش الموضوع ده في مصر؟ وابتدينا نشتغل عليه فعلا من 2005 او سوري من 2015 ابتدينا نشتغل على الموضوع، والحمد لله خلصناه، يعني نزلنا بيه شهر 5 اللي فات. عملنا كل حاجه يعني في مصر ما عدا طبعا العجله مجمعه بس في مصر، بس بقيت السيستم كله بالتطبيق بالهاردوير بالحاجات الميكانيكا كلها معموله في مصر. ونزلنا بيه بسعر، يعني ده كان اكبر تحدي، يعني بسعر التكلفه الاوليه للتطبيق. طيب لو اتكلمنا عن الفوائد المروريه والبيئيه لمثل هذا التطبيق او لنشر هذه التجربه في مصر. طبعا هي الفوائد طبعا اكبر فائدتين، يعني احنا فائده بيئيه ان احنا بنقلل العوادم بتاعه السيارات، ان في الاخر احنا شغالين بعجل، فدي حاجه صديقه للبيئه، مفيش عوادم تطلع منها. الفائده الثانيه زحمه المروريه، يمكن احنا من اكثر المدن اللي فيها زحمه مروريه في العالم، فاحنا بنحاول نحل الموضوع دوت بالعجل. اعتقد الموضوع ان شاء الله ينتشر كويس ويكون ليه اثر ايجابي على المشكله الموجوده. ماذا عن افكار التطوير في المستقبل؟ هل لديكم افكار لتطوير هذه الفكره بشكل اخر في المستقبل؟ طبعا احنا بنفكر مبدئيا يعني في المرحله الحاليه نحن في الانتشار، بنحاول ننتشر في كذا مكان الاول عشان يبقى الموضوع اسهل للناس تستخدمه، لان كل الموضوع منتشر اكتر كل ما الناس هتبقى عايز تستخدمه اكتر. بنحاول نعمل عقود مع الشركات ان احنا ان هي تعمل زي اشتراك للموظفين بتوعها، بحيث ان احنا نحفز اكتر الناس تستخدم السيستم. وفي يعني حاجات كتير بنحاول نعملها ان شاء الله عشان الفكره تنتشر اكتر. هو يعني احنا عرفنا انه بدايه تطبيق الفكره هيكون في وسط البلد، هل المعلومه دي صحيحه؟ واذا فعلا ده هيحدث يعني وسط البلد من المناطق المزدحمه جدا في القاهره، في رايك ازاي هتقدروا ان انتوا تحافظوا على الفكره وتنفيذها بالشكل اللي انتوا عايزينه، وفي نفس الوقت تحافظوا على العجل من التلف، من السرقه، من اي حوادث ممكن يتعرض لها؟ واحنا بادئين تدريجيا، احنا الاول بنحاول نخش في الاماكن المغلقه، يعني الكومباوندز والكلام دوت، بحيث ان احنا لو يعني تدريجيا هنبتدي نفتح الموضوع ان هو بره الكومباوندز. في مشروع مع محافظه القاهره لسه بالتعاون مع اليو ان في وسط البلد، بس ده لسه يعني لسه ما تحددش مين اللي هيشتغل فيه. انما احنا بادئين مبدئيا في مدينه الشيخ زايد في كومباوند هناك، و يعني احنا حاكمين الموضوع عشان كان اكبر تحدي طبعا تحدي السرقه في الاول. بس يمكن الموضوع اول ما اشتغل حتى في مدن بره في باريس والكلام دوت كان في برضه مشاكل السرقه دي، يعني مش بس موجوده في مصر يعني.
فهو اهم حاجه احنا بنحط المحطات في اماكن، المحطه نفسها في اماكن امنه، واول ما المستخدم بياخد العجله احنا بنبقى عندنا المعلومات الكافيه عنه، نقدر لو حصل حاجه نقدر نجيب العجله. بيبقى في كاميرات مراقبه على المحطات برضو، يعني زياده في الامان. والعجل بيبقى ليه صيانه دوريه على طول عشان متوقع بيبقى فيه نسبه اهلاك، فبيبقى فيه صيانه دوريه للعجل على طول عشان يبقى في حاله جيده للمستخدم. هل نقدر نقول ان في مراحل عمريه بتقبل على ركوب العجل اكتر من غيرها، او هل مثلا الذكور بيقبلوا عليه اكتر من الاناث، ولا شايف انها متساويه؟ لا انا شايف العكس، الاناث بيقبلوا اكتر، يمكن في الغردقه الاناث كانوا في اقبال اكتر. المراحل العمريه يمكن على المرحله العمريه الصغيره طبعا بتبقى اكتر شويه، بس يعني ده تمام. الاستاذ محمد مجدي صاحب او احد مؤسسي تطبيق بدل، بنشكرك جدا وبنتمنى لكم التوفيق وتعميم التجربه بشكل واسع في مصر كلها ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا، في النهايه يتبقى لنا ان نتعرف على هذا التقرير الخاص بانشاء قطار جديد بدون قضبان في المناطق الحضريه في الصين، ونعدكم باللقاء في الاسبوع القادم وحلقه جديده من تكنو ناين. الى اللقاء. محاوله للتغلب على الزحام المروري، طورت الصين قطارا كهربائيا جديدا يسير بدون قضبان، وقد ظهرت القطارات الكهربائية في العديد من دول العالم خلال السنوات الماضية، ولكن خلال الفترة المقبلة سيكون سكان مدينة تشوتشو بالصين أول من يختبر هذا النوع الجديد من القطارات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 43 ميلا في الساعة وتسير بدون القضبان التقليدية. طورت شركة السكك الحديدية للنقل السريع هذا النوع من القطارات التي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 300 راكب وطولها 30 مترا، ويتبع القطار خطا ظاهريا يسير أعلى، والنسخة الحالية من القطار الكهربائي الجديد يمكن أن تسير 15 ميلا فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن إعادة شحنها في 10 دقائق فقط عن طريق الموصلات التي توجد على سطح العربات. وبدأ العمل على القطار الجديد في عام 2013 لتخفيف الزحام المروري في المناطق الحضرية في الصين، حيث تمكنت الشركة من تطوير القطار بنفس تكاليف الحافلات العادية تقريباً.